السلام عليكم. مرحبا، احنا مجموعه سائقي مؤسسه الاساس ويسلان مجد 10. احنا كمجموعه ديال السائقين السابين كنا خدامين هذه المؤسسه، كاين اللي ضرب فيها 5 سنين، كاين اللي 4 سنين، كاين اللي 3 سنين، لو ديرنير ضرب 2 عام. وكنا كنعانيو بزاف ديال المشاكل مع هذه المؤسسه هذه ومع المشغل خصوصا. ما بالنسبه للاداره ما عندناش ماشي مشكل، ولكن المشغل كيفرض علينا شي حوايج اللي ما اللي كان تقبلناها لانه كنا محتاجين للخدمه. عقود غير شرعيه، سميتو عليه السميك ما كاينش، الديكلاراسيون ما كايناش، يلاه شي وحدين اللي مديكلاري ما كيدور ما كيديكلاريش بسميتو بالايام الفعليه ديال اللي هي منصوص عليها قانونيا. وبالنسبه لشواهد العمل اللي حد الان حنا دابا بغينا غير شواهد العمل، باش هذا ما بغاش يعطينا شواهد العمل. مشينا للمدير الاقليمي، مشينا لمفتش الشغل، مشينا للمدير الاقليمي ديال الشغل نيت، درنا جلسه، دار معنا محضر على اساس ان دابا كاين لما حنا وصلنا للمدير الاقليمي تخلصنا، ولكن بمشقه الانفس شدينا 4 و5، ولكن كاين جوج شافر ما شدوش 6. المطالب ديالكم؟ المطالب ديالنا هو انه هاد السيد هذا في الدخول المدرسي ما جاوبناش، ما عيطليناش، دار سميتو ليه دار دي بروتكس هنا بالنسبه للمدرسه باش يدير لها افلاس عن عمد، لانه جري على الناس هنا بطريقه غير مباشره، لانه فرض على الناس النقل ب 300 درهم كاين القريب كاين البعيد، وبداو كيهربوا الناس. وبعد ما قبلوا شي وحدين ديك 300 درهم رجع قال لهم ما كاينش ترونسبور، هي خلى الناس مشات فحالها. بعد ما خلى الناس مشات فحالها حنا هضرنا معاه قلنا له ودي حنا شنو دير معنا دابا؟ قال لك اودي اش غادي نقول لكم؟ قال لك انا ما عندي ما ندير لكم، انا انتم كتشوفوا الناس مشات حكا وهذا وسميتو عليه، يعني وما بغاش يحضر ما كيجيش. ومشينا عاوتاني لمفتي الشغل قلنا له ودي، قال لك اودي ذاك السيد هذا راه ما غاتوصلوا مع حتى شي حل وما غاديش يجي لانه كيكذب علينا بزاف. وديجا وصلت القايد هنا الباشا السلطات ديال ويسلان كامله عارفه هذا الشيء، وصلنا للمدير الاقليمي وصلنا لهذا. دابا الحل اللي كنطلبوا منه هو انه يجي يجلس معنا يهضر معنا شنو بغى، واش بغانا نخدمه او ما بغاناش نخدمه. هو الامور توضحت واضح لانه ما بغيناش نخدمه وما بغاش المؤسسه تخدم، ولكن يجي يريقل معنا يعطينا اول حاجه شهاده العمل ديالنا هي الاولى كنطلبوا من حقنا. وعندنا انا كنهضر معك كممثل ديال السائقي ديال مؤسسه الاساس، وعندي وثيقه اللي كتثبت هذا الشيء، وعندنا وثائق اللي كتثبت بزاف ديال الخروقات وبزاف ديال الحوايج اللي كدار في هذه المؤسسه هذه. وحنا لحد الان كنطالبوه باش يجي يحضر معنا باش يجلس معنا اطابل يسوي معنا الوضعيه في حاله ماذا غادي نتاجئوا للقاضي، لان عندنا وثيقه. وهذا هو اللي كاين، نقدم لك واحد السائق. السلام عليكم، انا واحد من السائقين ديال هذه المدرسه هذه المؤسسه الاساس. هذا السيد هذا مول المدرسه تنعياو ما نغوتوا له في التليفون ما تيبغيش يواجبنا، تنعياو ما نجيو للمؤسسه هما كيقولوا لك حنا مديره، كتقول لك انا مديره ديال التربيه، انا ما عنديش الاتصال مع الترانسبور، وهذا راه ما تيبغيش يجاوبنا بحتى شي حاجه. حنا الترانسبورات راه وقفوهم غير عندنا، ما بغاش باش غادي حنا درنا معاه من نهار في شهر 6 باش غادي نمشيو، قلنا له ودي النهار اللي ما عجبك علمو من دابا يمشي يدبر على راسو. دابا ملي مشينا حتى لدابا ملي جينا لقينا راسنا قال لك راه ما كاين لا خدمه لا والو، الترانسبورات ما غاديش يخدموا، ما بغاش يخدم ترانسبورات، ما عرفناش واش من جهتنا حنا، حيت وصلنا مع شي حوايج طلبنا له شي حوايج قانونيين. القانون ايه طلبنا تبعناه مشينا للقانون معاه، ما بغاش يخدمنا. دابا ما عرفناش منين هذا المشكل هذا، هذا الشيء اللي كاين، وهذا الشيء اللي كاين قال هذا الخوت هذا هو اللي غادي وما بغاش يخدموا. عليكم، انا سائق في مدرسه الاساس منذ 4 سنوات، وتفاجئنا في هذا الدخول المدرسي باللي ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه، وتنسالو مازال انا الاخر كنسالي الاخر شهر 6 ما خلصنيش العطله السنويه ما كايناش، وتنعيو نعيطوا عليه في التليفون باش يجي يتحاور معنا ويجلس معنا مباشره نوصلوا شي حل، ما كيجاوبناش. وحنا دابا الاخر ما عرفناش الاخر سميتو شنو نديرو، الوثائق اللي عندنا ما كافياش باش فهمتي باش نقدموها الاخر سميتو. عقد شغل محدده الشغل كل سنه كيعطينا الاخر عقده عمل وكتنتهي الصلاحيه ديالها في اخر سنه، واليوم حنا الاخر كنطالبوا باش يجي جينا نخدموا، وتيقول لك راه ما كاين لا خدمه لا والو، ما بغاش يجي يتحاور معنا، كنعيطوا ليه في التليفون ما كيجيش، مع ولا حول ولا قوه الا بالله، وجرى الناس والاخر عطاو المغادره عمدا باش يخوي الاخر المؤسسه.
انا سائق من السائقين ديال هذه المؤسسه هذه. انا ضارب معها انا عامين انا وواحد السيد بلا تا شي حاجه، ما درنا لا ديكلاراسيون لا سميك لا تا حاجه، ودابا تنطالبوا منه غير باش يتلاقى معنا نديروا شي حل، اما حل حبي اما المهم ما كيجيش. وقلنا له في الاخر ديال السنه الفارطه قلنا له ودي الا ما احتاجيناش عطيه، دير معنا حل، عطينا حسابنا نمشيو بحالنا ندبروا على خدمه، حيت تابعنا عائله، تابعنا الطريطات ديال كاين اللي كاري كاين اللي عنده الطريطه ديال دارو. قال لك لا ما غنجري تاع على شي واحد، مرحبا بكم. اذا بهم اللي وصل شهر 9 تفاجئنا، ما عيط لينا ما والو. ملي جينا قلنا لقينا الناس صافي طردهم، بغى يدير فايت عمدا، ما عرفتواش على حسابنا ولا عنده شي حساب اخر ولا ما عرفتو دار مدرسه اخرى. دابا حنا دابا كنطالبوا غير يحضر معنا، غير يحضر معنا يدير معنا شي حل، ما كنطالبوش شي حاجه اللي هي ماشي قانونيه، يجلس معنا ويتواجه معنا ويدير معنا شي حل، اما يعطينا حسابنا نمشيو بحالنا، اما نخدمو. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي سميتو، اصلا هو ما داير حتى حاجه ديال القانون، خدام بلا قانون، لا ديكلاراسيون لا تعويضات على الكونجي لا سميك لا حتى حاجه، خدامين مع كان الانسان تتعرفوا الواقع يحتاج الانسان للخدمه، كيدخل الخدمه ما كيطالب لا حقوق ديالو لا والو. راكم كتعرفوا الوضعيه ديال البلاد كي دايره، فاش كتجي تطلب الوضعيه تتحسن الوضعيه ديال ما كيكون الطرد، اما تيكون التعامل القاسي باش انت تتخلى وتمشي بحالك. هادشي هي اللي كيدير، هذه هي الخدمه اللي كيدير معنا السيد هذا. حنا كنضطروا نخدموا، ملي كنجيو نخدموا كيفرض عليك هو الواجبات والحقوق يجيبها الله، هادشي راه معروف. والسلام عليكم.